من أجل صقل مختلف المواهب الفنية وتعزيزها في نفوس الطلبة وتعزيز فكرة الابتكار والتفرد في المنجز الإبداعي الطلابي والفنون المختلفة، نظم المرسم الجامعي في عمادة شؤون الطلبة بجامعات الشارقة مهرجان فن وابتكار الذي يأتي ضمن مشاركة المرسم في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حيث شارك في المهرجان مختلف جامعات الدولة إضافة لطلبة جامعات الشارقة. وقد افتتح المهرجان دكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع. في مشاريع مختلفة جدا قدموها الطلاب من مختلف الجامعات، وهذا يدل على التعاون أيضا ما بين جامعة الشارقة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب والجامعات المحيطة في لإمارة الشارقة. هناك جامعة الإمارات، هناك جامعة عجمان، هناك جامعة القاسمية، جامعات مختلفة، الجامعة الأمريكية، عدة جامعات مشاركة في هذا المعرض، بالإضافة إلى كلية الفنون في بعض الأشغال اللي قدمتها اليوم. ولذلك هذا المعرض بيعني تمازج ما بين الخبرات المختلفة لطلاب الجامعة مع طلبة الجامعات الأخرى. أقسام عديدة تضمنت رؤى فنية جديدة عكست الثراء الإبداعي الفني للمواهب الشبابية وحرصها على البحث وتقديم كل ما هو متفرد في مختلف الفنون من فنون بصرية تشكيلية وتصاميم عديدة وأعمال يدوية وغيرها الكثير، إضافة إلى المشاركات المستضافة لتجارب فنية لمبدعين محترفين. نحن حبينا نشارك بكم قطعة من شغل تلاميذنا. في عنا رسم تشكيلي، في عنا رسم واقعي أكثر، في عنا مواضيع مثل التعنيف ضد المرأة وهيك، في عنا تصوير. معظم الأشغال اليوم موجودة معنا هو من شغل سيدات ورئيسات صغيرات، فرحنا كتير فخورين فيهم. طلبة الجامعة القاسمية شاركنا في المعرض بعدد لوحات 30 لوحة تتنوع فيها الرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي. حضرت من تايلاند لعرض هذا النوع من الفن، وهو فن النحت على الفاكهة والخضار، واسمه كايسا لوك، وهو فن قديم لدينا لما تتمتع به منطقتنا من كثرة المنتجات الزراعية، وما زال يمارس حتى هذا اليوم في الحفلات الكبيرة. مهرجان فن وابتكار من جامعة الشارقة، تبادل للخبرات والمعارف وسعي حثيث ليكون الابتكار والإبداع والتميز منهج وأسلوب حياة للشباب الجامعي. مشاهدينا، عن هذا المهرجان وأهميته وأهم المشاركات الفنية نستضيف اليوم في أماسي الأستاذ محمد محمود عبد الحميد مشرف المرسم الجامعي بجامعة الشارقة، والطالب محمد عبد الله طالب في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، ورامي محمود يونس طالب في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة. مساكم الله بالنور والسرور وحياكم الله معنا. في البداية الأستاذ محمد محمود، قبل ما نتحدث عن المهرجان، لو نتحدث عن المرسم الجامعي المتواجد في جامعة الشارقة في عمادة شؤون الطلبة، شو أهمية هذا المرسم وشو يقدم المرسم للطلبة في جامعة الشارقة؟ في البداية بحب أشكركم على استضافتنا الكريمة دي. العفو، هذا واجبنا أستاذ محمد. بالفنون التشكيلية وعمادة شؤون الطلاب. نعم. المرسم الجامعي في عمادة شؤون الطلاب يعتبر مكان لتلقي الفنون، يعني الطلبة بيقدروا يعبروا عن قدراتهم الفنية فيه، سواء في الرسم، في التصوير، في الخط العربي، جميع أنواع الفنون يعتبر. يعني المرسم يعني بيفتح أبوابه للطلبة بجميع تخصصاتهم، يعني العلوم، الطب، الهندسة، جميع التخصصات. مش لازم يكون طالب في كلية الفنون أو شيء، لا، جميع الطلبة يقدروا يعبروا عن إمكانياتهم الفنية، ينموا قدراتهم الفنية. ده بيجي من خلال مجموعة الورش الخطة اللي بيقدمها المرسم طول السنة، من خلال الورش الفنية، المسابقات، المعارض الفنية. جميل جميل. بنسأل الطلاب بنعرف أكثر عن المرسم الجامعي، يعني من منهم هم. في البداية نبتدي مع أخوي رامي، حياك الله أولا. أخوي رامي، كيف تشوف المرسم الجامعي في جامعة الشارقة؟ أنت كونك أيضا طالب في تخصص العلاج الطبيعي، يعني ما شاء الله تخصصك جدا بعيد عن الرسم وما إلى ذلك، فكيف مشاركتك في المرسم الجامعي في جامعة الشارقة؟ المرسم لما اكتشفته ودخلت، لما دخلت الجامعة واكتشفت ان في مرسم في الجامعة،
بقيت زائر في المرسم كتير، لأن هي وسيلة إن أنا بعبر فيها عن أساليب على عن أفكاري. نعم بالطبع. وهي منفس عن النظام الدراسي اللي في العلاج الطبيعي. فأنا حبيت طبعاً إن أنا دايماً بروح وبشارك في معارض وفي مهرجانات وبرسم في المرسم، فمتواجد دايماً في المرسم وفي نفس الوقت متابع في دراستي ومركز فيها في العلاج الطبيعي. جميل. لأن الاثنين مهمين بالنسبة لي وجزء. جميل جميل. ويعني أنت تستهوي نقدر نقول الرسم يعني من قبل دخولك المرسم الجامعي وجامعة الشارجة؟ هي هواية من أيام الابتدائية وأنا دايماً بحب أمارسها. ما شاء الله هواية جميلة. أخوي محمد حياك الله والنور والسرور. الله يحييك. يعني ما شاء الله أنت كنت زميل معي في الدراسة وكنت أشوفك دائما في المرسم. لو نتحدث عن السبب يعني أن أنت دخلت المرسم الجامعي، كيف تكون مشاركتك في المرسم الجامعي في جامعة الشارجة؟ في البداية خلنا نقول نفس ما قال أخوي رامي هواية. دائما إذا أنا هاوي هذه المهارة فدائما راح يشدني المكان اللي هو يخص مهارتي أنا وهوايتي مثل كفنان. جميل. فبدأت المشاركة بالمرسم مع الأستاذ محمد، كل يوم لوحة على لوحة. بالطبع تشدني، ونفس ما قال منفس، تعبير عن ذات، شعور داخلي. صحيح. بعض الأحيان حتى لو كنت أحس بضيقة معينة تروح المرسم. أروح المرسم. جميل. ونقدر لو بعرف يعني أنا شخصيا أنا أسأل عمري هالسؤال، محمد أنت بديت بدايتك يعني من أول سنة في الجامعة دخلت المرسم الجامعي ولا متى تعرفت أكثر عن المرسم؟ بعد ثاني سنة من الجامعة. ثاني سنة من الجامعة. جميل. زين أخوي أستاذ محمد، تتضمن أجندة المرسم الجامعي عدة فعاليات ما شاء الله عليكم وأنشطة ومهرجانات وما إلى ذلك. مهرجان فن وابتكار، كيف جاء هذا المهرجان؟ يمكن في إطار شهر فبراير شهر الإمارات تبتكر طبعاً. فيعني مع الشباب قررنا قلنا لازم نعمل إيفنت نشوف إن يعني الفن مليان بالابتكارات، كل يوم فيه وسائل جديدة وأساليب جديدة فنية بتظهر على الساحة الفنية طبعاً. فقلنا يبقى في مشاركة ما بيننا وبين الجامعات التانية بحيث نبرز المواهب، يبقى فرصة لإبراز المواهب الفنية للطلبة يعني. فجت الفكرة من هنا يعني، إحنا قلنا هنعمل إيفنت عن الابتكار وعلى إطار بعد شهر بعيد عن الأساليب التقليدية في الفن، مش عايزين لوحات فيها استخدام للفرشة أو الأساليب المعتادة، لا نفكر إن إحنا نبتكر أساليب جديدة يعني قدر الإمكان. تم ابتكار أساليب جديدة يعني من خلال الرسم، كيف كان الابتكار يعني من خلال الرسم وابتكار أساليب جديدة؟ يعني عملنا يعني لما عملنا مع بعض وناقشنا في الموضوع في الجروب ان احنا قلنا لازم ندور على ابتكارات جديدة. قدمنا في المعرض يعني طلبة المرسم قدموا، كانوا جميل. ست طلاب وقدموا كل واحد قدم خامة فنية جديدة. جميل. الرسم على الفخار بطريقة مختلفة، استخدام الألوان الشمعية بطريقة مختلفة، أساليب جديدة مبتكرة، الحفر واستخدام الروبيك كيوب بشكل عمل منه بورتريه سمو الشيخ سلطان سمو. فكفي أساليب مبتكرة غير باقي الجامعات اللي بشكرها على تلبية الدعوة اللي هم شاركونا في البتاع، وكله قدم بشكل مختلف. جميل. مش لازم يكون الابتكار في العلوم بس، لا بس يعني الاسلوب لو بيختلف او ابتكار جديد او اسلوب بإمكان جديد يعني نقدر نقول جميع الطلاب بامكانهم ان يبتكرون. وهذا اللي نشوفه يعني ما شاء الله. طالب في تخصص بعيد عن التخصص الاساسي اصلا. صحيح. زين شو السبب يعني اسم المهرجان فن وابتكار؟ يعني احنا كنا قاصدين ان احنا الفن اللي هو المجال اللي احنا بنحبه كلنا ونقدر نبدع فيه يعني. احنا كطلاب هاويين المجال الفني. جميل. الابتكار احنا قصدنا ان احنا نبعد عن الاساليب التقليديه. هي. يعني نحاول نقدم شيء مختلف، تقنيه جديده، اسلوب مختلف، فجه من هنا الاسم يعني اللي احنا قلنا بفن وابتكار بعيد عن الاساليب التقليديه. لو حتى الهدف كاش معرض مجرد عرض للصور، لا، ان كل طالب انه يحاول يقدم فكره جديده بس يعني. جميل جميل. زين بما ان يعني المرسم الجامعي في عماده شؤون الطلبه، كيف كان راي الاستاذ محمود درابسه بخصوص هذا المهرجان؟ لا قبلكم يعني انتم يعني الفكره فكرتكم دائما بيبقى يعني الحمد لله يعني بفضل الطلبه بيبقى التوقعات غير
فوق يعني أعلى من المتوقع يعني. فيعني كان فغاية السعادة بأبنائه يعني الطلبة هو. بالطبع جميل. بيشوف اللي هم بيقدموا ابتكارات فنية جميلة. جميل ما شاء الله. زين طالب رامي، كيف كانت المشاركة في مهرجان فن وابتكار وشو قدمت في هذا المهرجان؟ في المهرجان كانت فرصة لي أن أنا أقدم حاجة مختلفة. النوع الفن اللي أنا استخدمته كان اسمه الطباعة بالحفر. الطباعة؟ الطباعة والطباعة والحفر. الطباعة والحفر. أيوة. الطباعة ديت من سنة 1860 وهي معمولة الطباعة باللينوليوم. أنا وهي بتستخدم حاليا بكثرة من بشكل غير مباشر بالأختام. أنا استخدمت اللينوليوم إن أنا أعمل عمل فني مبتكر. كان التحدي أنا عرضت 5 أعمال فنية جميل. اللينوليوم من طبيعة وشوش حيوانات، بس التحدي في المهرجان دوت إن أنا أطبع صورة الشيخ سلطان الله يحفظه بطريقة الطباعة والحفر. بطريقة الطباعة والحفر. وكان شيء متميز، وكان شيء يعني أعتقد أني أنا شفتها في من خلال التقرير أيضا. وكيف قدرت يعني تنجز هذه المهمة بما أنها كانت يعني صعبة يمكن نقدر نقول لك أنت، فأنت كيف أنجزت هذه المهمة؟ هي الطباعة محتاجة صبر. محتاجة صبر. وبصراحة أستاذ محمد وعمادة شؤون الطلاب ما قصروش معانا بالخامات والأدوات، بس لازم الطالب هو اللي يستخدم الخامات والأدوات ديت ويبين يعني قدراته فيها ويتميز فيها. وأنا الحمد لله بالتخطيط وبحس الفني أنا عملت اللوحة ديت، والحمد لله يعني إن شاء الله تكون يعني عجبت الناس. ان شاء الله. تفضل استاذ. يمكن الحفر اللي رامي بينفذه بيحتاج مقدره فنيه عاليه يعني انه يقدر وصبر انه يقدر بيحاول يحفر مساحه كبيره يعني بتاخد منه عدد ساعات كبير، لازم وهو شغال يبقى متخيل النتيجه النهائيه اللي هتظهر بها اللوحه، لانه بيشتغل عمليه عكسيه يعني الجزء اللي بيحفره بيظهر لونه فاتح. نعم. عكس اللون يعني الجزء اللي ما بيتحفرش بيظهر لونه غامق، فيعني لازم يبقى متخيل شكل اللوحه النهائيه يبقى عامل ازاي. فيعني القدره يعني انت تشوف اللوحات بتحس ان هم ناس محترفه، مش مجرد طلاب هاويين يعني ولسه في بدايه مشوارهم الفني يعني. ما شاء الله ما شاء الله. زين كم خدت المده منك ان انت تنجز هذه اللوحه؟ اللوحه دي خدت معايا يعني اسبوعين. ما شاء الله اسبوعين. جميل. من تخطيط وحفر وتنفيذ يعني. ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. محمد، كيف كانت مشاركتك في مهرجان فن وابتكار وشو قدمت يعني في هذا المهرجان؟ ما شاء الله عليك مشارك في كثير من الفعاليات والمهرجانات، لك مشاركات كثيرة. مهرجان فن وابتكار شو قدمت في هذا المهرجان؟ قدمت فيها لوحة اللي هو ستايل فن الروبوكيوب. فن الروبوكيوب؟ الروبوكيوب عبارة عن مكعبات، هي مثل لعبة، لكن نفس ما قالوا اسمه فن المهرجان، اختصرنا اسمه فن وابتكار. فأول ما خطر على بالي أن أنا أوظف مثلا خامات أو أدوات في لوحة فنية فيما لا يخص في يخص. أدوات مثل شو؟ مثل الروبوكيوب نفسها، هذه أصلا لعبة ولغز تحل اللي هي المربعات. نعم. نعم. أنت كيف وظفتها في؟ وظفتها في جتني الفكرة وتقريبا 300 مكعب. الحمد لله يعني تعلمت خلال اسبوعين اني انا كيف احلها كبداية، من ثم استخدام الفن في المكعب اللي انت تحله. بسألك سؤال، كم المدة اللي قدرت تحل هذا المكعب؟ المكعب خلال دقيقة الحين يعني. جميل. حاليا اتكلم خلال دقيقة احلها. ما شاء الله خلال دقيقة. شفت بعينك يعني استاذ؟ بعد 300 مكعب اكيد حفظهم خلاص. زين كيف الشكل النهائي وصلت له؟ النهائي وصلت الله يحفظ الشيخ سلطان، حبيت انها تكون اول رسمة لي انا لصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي. جميل. ما شاء الله. طبعا زي المشاهدين هذه هي الصورة او اللوحة للطالب محمد.
شو رايك في فكره استاذ محمد؟ يعني عنوان الفن والابتكار بحد ذاته يعني دي تمثل فعلا الفن والابتكار. يعني هو حل بس المكعب الواحد شوف بيبقى صعب قد ايه. طبعا فمن بالك بقى يعني مجموعه 300 مكعب وكمان بنعمل منهم نشكل منهم عمل فني في الاخر ما شاء الله. هو قال انه هو حل اللغز هذا في خلال دقيقه. انت شفته في بعينك؟ انا شاهد ما شاء الله. زين استاذ محمد، كم بلغ عدد الطلبه المشاركين في مهرجان فن وابتكار؟ يمكن من جامعتنا جامعة الشرق والمرسم الجامعي شارك معنا 6 طلاب تانيين، وشارك معنا كلية الفنون بعض الطلبة قدموا لنا برضه مجموعة من الفرنتشر قسم التصميم الداخلي. قدم مجموعة من الفرنتشر الأساسي المبتكر، هم طلبة المصممين وفي الكلية. وكلية التقنية قدمت برضو مجموعة طلاب قدموا عروض فنية مختلفة ما شاء الله، من ميديا فيلم تسجيلي عن أضواء الشارقة، وفي طالب قدم فقرة عن الألعاب السحرية، وفي عزف بالعود، وغير مجموعة من اللوحات التشكيلية برضو. جميل. شارك معنا جامعة الإمارات قدمت برضو عمل ابتكاري جميل عبارة عن صندوق زجاجي في رسمة لمجموعة من الكتب. حلو. وفي مراية وفي لايت إضاءة كده موجودة فيه. الفكرة إن المراية بتعكس مع الإضاءة مع شكل الكتب بتعكس بتاعتي إنه متكرر الشكل إلى ما لا نهاية ما شاء الله، فيدي عمق يعني كأنه يعني بحر من العلم كبير يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني شوف ابتكارات من طلبة يعني تطلع عندهم مواهب إبداعية صراحة. مجموعة من الأعمال الفنية برضو، جامعة عجمان قدمت معنا مجموعة من اللوحات التشكيلية والأعمال الأشغالات اليدوية بالخشب معمولة. جامعة القاسمية قدمت برضو مجموعة مختلفة من الرسم والتصوير واللوحات التشكيلية. شارك معنا 2 فنانين برضو، فنان جورج متميز ليه اسلوب خاص في انه بيشكل من حبيبات القهوة كاملة يعني. والشيء الجميل ان المشاركة ليست مقتصرة فقط على طالبات على طلاب جامعة الشارقة، بامكان يعني كان طلاب الجامعات الاخرى المشاركة وايضا الفنانين بامكان المشاركة. صحيح. جميل. عشان الطلبة فرصة يستفادوا من خبرات الفنانين المحترفين، يقدروا يشوفوا ثقافة مختلفة وشكل مختلف من الفنون يعني. جميل. وعلى اي اساس جاء اختيار يعني مثل هذه الاعمال من قبل الجامعات الاخرى؟ يعني احنا دعينا الجامعات وقلنا لهم على فكره الفعاليه المهرجان، وهم يعني بشكرهم ان هم لبوا الدعوه وحاولوا ان هم برضو يعني يبقى في فرصه لطلباتهم ان هم يبرزوا مواهبهم الفنيه يعني. فهم برضو اشتغلوا مع الطلبه بحيث ان هم يقدموا افكار جديده قدر الامكان يعني. جميل ما شاء الله. استاذ محمد، هذه اللقطه او هذه الصوره اللي موجوده عندنا على الشاشه، شو موضوع هذه الفكره يعني ما شاء الله؟ هذه بالقهوه؟ الفنان جورج الصبحي هو متميز ليه اسلوبه خاص انه بيستخدم حبيبات القهوه الكامله في انه يشكل بها لوحات تشكيليه فنيه زي ما احنا شايفين. يكفي غيره بيستخدم القهوه البودر، بس هو كده الوحيد في المنطقه اللي بيستخدم الحبوب كامله يعني. الحبوب كامله. جميل ما شاء الله، فكره جميله. وشارك معانا برضو الفنانه من تايلاند، فنانه تايلانديه عندها مهاره في انها بتشكل على الفواكه والخضروات، بتعمل اشكال ما شاء الله تشكيلية فنية رائعة يعني ما شاء الله. يعني حتى وصلتوا إلى شرق آسيا نقدر نقول أن قدمتوا أفكار جميلة يعني ما شاء الله، حتى تايلندية مشاركة في مهرجان فن وابتكار. إنزين إخواني، كيف جاءت المشاركة؟ كيف كانت استعداداتكم لهذا المهرجان يوم عرفتوا أنه بيكون في مهرجان فن وابتكار؟ شو فكرتوا في البداية أنكم تقدمون؟ تفضل رامي. أنا فكرت أن أنا أبين الشغل الحفر. نعم. والطباعة دوت الطباعة والحفر مش معروف عنها كتير. فحبيت إن أنا أتميز ما بين طلابي ما بين الطلاب وزملائي بالحفر والطباعة، وحبيت إنه يكون ويكون عندي تحدي كمان في المهرجان بيني وبين نفسي إن أنا أعمل شيء جديد. جميل. وهو كان اللوحة الشيخ سلطان. جميل ما شاء الله. وكيف نقدر نقول يعني ترجمت الموضوع ودخلت الابتكار في الفن؟ يمكن هذا يكون تحدي صعب بالنسبة لرسامين، صح محمد؟ صحيح. زين، فأنت كيف دخلت إن أنت قدرت تدخل الابتكار مع الفن؟ اللي بيساعد إن أنا أستخدم الفن إن أنا أبتكر في الفن هو الإيماجينيشن، هو التخيل. التخيل. التخيل هو شيء مميز في الفنان نفسه،
جميل. وهو اللي بيتميز فيه. فعشان كده لما بتبص على أي فنان لأي شغله فيه ابتكار، فيه تميز بيختلف عن أي فنان تاني. جميل جميل ما شاء الله. طبعا أنا كان ودي أن أكمل معكم وأسمع كيف كانت استعداداتك، لكن انتهى الوقت، وأنا صراحة سعيد كنت بالحديث معكم، وصراحة كل الشكر والتقدير لكم على هذا الحوار الطيب. الأستاذ محمد الطالب رامي والطالب محمد خف شوية من المرسم، جزاك الله خير. مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، نراكم غدا بإذن الله، مع السلامة.